لو الحكايه فيها ان فيتو مال طوال 52 سنه. تخيلوا يا السادة المشاهدين ان هذه المدينه مظلومه ظلما كبيرا. اولا طبعا كان المفترض ان احنا هيبقى فيه اراضي زراعيه صالحه للزراعه. انت هجرت اناس لا يمتهنون الا الصيد والزراعه ذلك الوقت، لا يمتهن الا الزراعه. تتخيل اولا بعدت عن الصيد فانت ليس صائدا، فالزراعه اراضي غير صالحه للزراعه. طوال 52 سنه ادت الى فراغ المنطقه، اقل حقوق المواطنه، توفير وسائل علاج وامور صحيه. كانت النيه طيبه عندما تفضل السيد الرئيس الراحل عبد الناصر ببناء 35 وحده صحيه، ما زالت منذ 10 سنوات خاويه من الاطباء، يسكنها الغربان. وحدات الصحيه عندنا تعال اتفرج عليها، تسكنها الغربان والحشائش ابتدت تملا. وخاطبت اكثر من مره وزير الصحه، مستشفى نصر المركزي للاسف ما فيهاش اطباء، حتى الاطباء غير مواظبين على الحدود، ناهيك ان هم الاطباء برضو بيتعرضوا لبعض الامور التي تؤدي الى عدم الاستقرار، استراحات لا تليق بالادميه، لا تليق بالادميه. طبيب انا انت جايبه من اي مكان في اي محافظه من المحافظات، المفروض يبقى في سكن لائق بهذا الطبيب. ما فيش اي حافز لهذا الطبيب، مما بيضطر ان هو يطلب النقل الى اي مكان اخر. يمكن الصارخ، الشيء الصارخ عندنا في نصر النوبه الصحه. للاسف منظومه الصحه عندنا في نصر النوبه واقعه جدا، ادت الى استياء جمهور ابناء النوبه. أنا بتكلم على حاجات واقعية. عندنا شبكات الصرف الصحي، وعندنا مشكلة خطيرة إن الدولة بتهدر حوالي 14 مليون في الإحلالات للمنازل، نظير اتفاقية، طبعاً الاتفاقية إن هذه المنازل، منازل أبناء النوبة، يتم إحلالها سنوياً بمبلغ 14 مليون أو 12 مليون. طب إيه يعني دون التفكير في إيه اللي بيؤدي إلى انهيار المنازل؟ عندنا أكثر من سبب. احد هذه الاسباب ان عدم وجود شبكه صرف صحي في هذه المنطقه ادت الى هذه الانهيارات، بالاضافه الى المصارف الزراعيه اللي المفروض نفكر في طرق علاج لهذه المصارف الزراعيه. لابد ان يبقى في خزانات لهذه المياه، وفي مصارف ثانيه تاخذ مخزون المياه اللي تحت الارض حتى لا تؤثر على المنازل.